السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة. أنا هاني على قناتكم. حدث اليوم ظهر يوم الاثنين 28 فبراير، حلقة فيها مفاجأة كبيرة، وهي هنتكلم عن خالد مشعل وإسماعيل هنية قادة حماس الإخوان المسلمين. الدعم القوي يأتي لهم من إيران. طب إيه ده علاقته باليمن؟ في مفاجأة كبيرة جدا، من يعرف ثقيل يعني حركة حماس وسر الوساطة بين حزب الإصلاح الإخواني المسلمين والحوثيين. طبعا في ناس كتيرة قوي قبل كده اتكلمت في الموضوع ده، تقول لك الإصلاح يعني حزب الإصلاح ده، لا ده عايز الخير لليمن، الخير على إيدهم إن شاء الله، وإن هم ما بيعملوش أي حاجة وحشة في اليمن، لا خالص يعني. ولكن معلومات مؤكدة الآن عن إنه الحوثيين وحركة حماس في خلافات شديدة ما بينهم، نظرا للعقيدة للحوثيين لا تتناسب ولا تتماشى مع عقيدة الإصلاح، لأن احنا عارفين إن الحوثيين شيعة شوارع، وان هم يعني معتقداتهم ان هم مش عايزين اي حد من طرف السنه خالص، يعني هم ما بيعترفوش اي حد من السنه، هم عايزين يمسحوهم من اليمن تماما. هو ده هدفهم الاستراتيجي، يعني هو عندهم مش عندهم استراتيجيه، بس هو هدفهم العقائدي ان هو اي حاجه ليها علاقه بالسنه عايزين يمسحوها من اليمن. ولكن لازم نبقى عارفين قوي ان في دعم قوي جدا من الاصلاح، من الاخوان المسلمين. الخلافات الكبيره دي ادت لان هم مش متوافقين مع بعض وفي خلافات، وان عقلية اللي هي البعض من القادة الصف الاول من الحوثيين، ابو علي الحاكم، محمد علي الحوثي، البخيتي، الناس دي كلها دماغها جزمة يعني، فان هم مش عايزين يعني يقعدوا مع اي حد من الاصلاح، ويعني ممكن يجي لهم دعم بطريقة غير مباشرة لكن هم يقعدوا معهم لا يعني. هو ما فيش تقسيم لحاجة يعني، مش خد مثلا انت مدينة، لا هم الاصلاح بيسلم المدن، يسلم المدينة يديله مفتاح المدينة ويروح ياخد يقبض الثمن في تركيا. لكن دلوقتي في وساطة ومعلومات مؤكدة ان حصل يعني جلسات للوساطة ما بين يعني خالد مشعل وقيادات حوثية في احد العواصم العربية، ده بعد انتهاء زيارة خالد مشعل من يعني أنقرة، عشان خاطر ان هو يتفاوض على القيادات بتاعت حماس اللي هتمشي من أنقرة، طبعا لتعليمات جت من ابو ظبي لاردوغان ان انت ترحل كل القيادات الحوثية، وايضا ده كان طلب من مصر. فهو خالد مشعل راح ان هو تركيا عشان خاطر يعني يشوف اللي هي الاسامي اللي هي هيتم نقلها ل يعني لعواصم اخرى، ومفروض ان هم كانوا هيروحوا الدوحة، ولكن مصر والإمارات والسعودية كان لهم طلبات في القيادات، وخاصة مصر كان لها طلبات إن كل القيادات الإخوانية اللي موجودة في الدوحة لابد من ترحيلها عشان خاطر نبتدي نخش في صفحة جديدة. ولكن في الأخير إن هو مش هيتنقلوا في العواصم دي. الأرجح إن قيادات حماس اللي كانت موجودة في إسطنبول هتتنقل في سلطنة عمان وبعض العواصم الأوروبية وبعض العواصم في شرق آسيا، يعني زي جاكرتا وزي يعني برضو في ماليزيا يعني كوالالمبور في الغالب يعني. ولكن حينما نعود ان المباحثات والمعلومات كلها بتقول ان هم المباحثات السرية دي كانت في مسقط، ويجي هنا الدور بتاع يعني سلطنة عمان عشان الأخوة الأردنيين على رأسنا طبعا يعني. فهنا بيتم بقى التباحث في عمليات ان احنا بنقرب وجهات النظر. طب التعليمات جت منين لقادة حماس خالد مشعل واسماعيل هنية للوساطة؟ التعليمات جت لخالد مشعل منين؟ جت من طهران. تعليمات من طهران مباشرة لخالد مشعل بان هو يقوم بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر، لمباشرة الدعم الاصلاح، يعني ضخ دعم تاني من داخل اليمن للاخوان المسلمين. طب الدعم ده هيكون ايه؟ الدعم ده هيكون في صوره فلوس؟ لا، هما مش محتاجين فلوس، يعني الحوثيين مش محتاجين فلوس. طب الدعم ده هيكون ايه؟ الدعم ده هيكون دعم بشري لمقاتلين ينضموا ليهم،
ويجي بدعم تسليحي. يعني اي اسلحه، ده اللي انا اتكلمت فيه، ان كل الاليات العسكريه خاصه المدرعات اللي كانت موجوده في محافظه حجه دي كانت تبع الاصلاح، تم دعمها كلها للحوثيين. عشان الناس اللي هي كانت شافت الحلقه من 3 ايام او 4 ايام اللي اتكلمت فيه المعلومه دي. ولكن الدعم ده مش كافي، المباحثات السريه دي كانت من 48 ساعه في مسقط. ايضا هم تبحثوا في عمليات دعم مستمره لمحاوله يعني سد الفجوه في النزيف البشري من الحوثيين، لان هم مش عايزين الحوثيين يسقطوا. طب هنا بيبان ويتعظم دور حماس اللي هي معروفه. ايضا عشان نبقى عارفين دور حماس، حماس في الفتره الاخيره منذ حوالي 4 ايام او 5 ايام، الاسبوع الماضي تم اسقاط درون مسيرة تتبع حماس لأول مرة يتم إطلاقها من داخل أراضي حماس في غزة لأول مرة. دي إشارة خطيرة جدا، إن يعني زي ما كان في سوريا في مسيرات وحزب الله ابتدى يعني برضو إن هو يبرز دور المسيرات عنده، ابتدى دور هنا حماس. فده إنذار خطر بالنسبة لي إن حماس ابتدت يعني الأسلحة بتاعتها من المسيرات إنها ابتدت تظهر. يبقى هنا إيران بتظهر في غزة في رفح، وهنا هيكون بقى دور مصر، لأن هو في الغالب إن هم مش هيستهدفوا بالمسيرات دي إسرائيل، في الغالب هيستهدفوا بها مصر، ولكن مصر هيكون ردها قوي جدا. ما أعتقدش إن هم هيغامروا بحياتهم للدرجة دي، إن هم عايزين يفضلوا أحياء ويكملوا دورهم الخبيث في عمليات الدعم. طيب اللقاءات السرية دي بينهم، احنا قلنا نائب اوامر من ايران، لان حصل برضو معلومة ان ايران فشلت في محاولة تقريب وجهات النظر. الراجل الايراني اللي موجود جوه صنعاء فشل ان هو يقدر يوسط، يعني يقوم بالوساطة ان هو يفهم شيعة الشوارع هناك ان لازم ان انتوا تقبلوا الاصلاح بيكونوا موجودين، ان هم بيدعموكم يعني بالمقاتلين او بال يعني الانشقاقات اللي بتحصل. انا اتكلمت في الحته دي كده، ولكن دورها هيبان في الفتره اللي جايه. ده هنا بيبرز حاجه مهمه جدا، انه الحشد الشعبي الشيعي اللي بيجي من العراق يبدو ان في مشاكل في وصولهم، لان احنا اتكلمنا في الامر ده تقريبا من حوالي اكتر من اسبوع او من 10 ايام. فكان في اذا كان في نيه لوصولهم ان هم يتحركوا من هناك، فيبدو ان في ضغوط حصلت من المملكه العربيه السعوديه على الحكومه العراقيه او يعني شيء من هذا القبيل، لان الحشد ده يعني لم يصل، لان ما فيش اي معلومه ان هو لو وصل الحديده او وصل صنعاء كنا احنا عرفنا على طول، ولكن واضح جدا في مشاكل. فهنا الدعم اللي هو الدعم من القيادات اللي هي او من يعني من يعني من الحوثيين هيجي البشري، هيجي من الاصلاح الاخوان المسلمين. فاحنا عشان نعرف ان المؤامره بتتم ازاي في الاخير، ان شاء الله كل المكايد دي بيتم كشفها ويتم التعامل فيها. انتظروني بامر الله في حلقه يعني بعد عصر اليوم في المساء، اخبار هامه جدا عن اخبار ابو علي الحاكم واخبار مفرحه جدا تخص ابو علي الحاكم. انتظروني بامر الله. ايضا هيكون في حلقه في المساء في الغالب حوالي الساعه 9 مساء، وهيكون الحلقه اللي قبلها هتكون في حدود الساعة 6 بتوقيت الرياض. كنتم أنا معكم هاني على قناتكم حدث اليوم. حفظ الله المملكة العربية السعودية شعبها وقيادتها والملك سلمان ولي العهد السعودي، وعودة اليمن سعيد وحر، والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.